مشرفة والحفاظ على مكانة الأديب هذا القسم متجنبا في ذلك ما عاله الفريق أو محقق كل ما يتمناه الجمهور الرياضي بالعرائش إلا بتضافر الجهود ونكران الذات ووضع اليد في اليد للنهوض في مجال كرة القدم. ولأجل ذلك لا بد من أن يرفع المجلس البلدي سقف المنحة التي يمنحها سنويا للنادي. كذلك نطلب من مجلس الجهة طلب من مجهة طنجة تطوان أن يرفع من منحته وعلى السادة المنتخبين ورجال الأعمال التي تتواجد في المدينة أن تدعم النادي ماديا ومعنويا. ومن هذا المنبر نطلب من جميع الفعاليات الرياضية أن تلتف حول النادي وأن تقدم له الدعم اللازم سواء من قريب أو من بعيد. أخيرا أشكركم على تلبيتكم الدعوة لحضور هذا الجمع العام، لأن حضوركم ومشاركتكم أشغاله تعبير عن مدى اهتمامكم بالنادي وحبكم له. نتمنى أن نكون قد حققنا ولو جزءا مما كنا نطمح إليه، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير لهذه المدينة ولشبابها. والسلام عليكم ورحمة الله. من أجل تثبيت لحمية بن سيب، وهي مناسبة من خلالها نستعرض أمامكم هذا التقرير المالي حتى يكون الجميع على علم بطريقة تدبير الموسم الرياضي 2014-2015. ورغم انعدام موارد تقاضى للنادي والذي يعتمد على المنح التي تمنحها بعض السلطات المحلية والمنتخبة والجامعة الملكية لكرة القدم مشكورة على مبادرتها الرفع من المنح. هكذا بلغت مجموع المصاريف المرتبطة بالتسيير المالي خلال هذا الموسم ما مجموعه 1,443,325 درهم 17 سنتيم، والتي تلامس 30 لاعب ومدرب وممرض ومساعد مدرب ومحافظ الأمتعة وفئة الصغرى على النحو الآتي: الاستعدادات القبلية للموسم الرياضي 2014-2015، منح التوقيع للاعبين، أجور اللاعبين والإدارة التقنية والتطبيب والمحافظة العامة للنادي والملعب، مصاريف المباريات الودية والرسمية والكأس، منح المباريات، انخراط بالجامعة والعصبة، مصاريف مرتبطة بالفئات الصغرى ومؤطريهم، التغذية والإيواء والتطبيب للاعبين وتنظيف الملابس، المعدات والتجهيزات الرياضية والأثاث، الصيانة بالملعب، مصاريف السكن، كراء، استهلاك الماء، الكهرباء، الغاز، صيانة وإصلاح سيارة الفريق، إدارة والإشهار والتنقل لأعضاء النادي، استخلاص ديون الموسم الرياضي 2013-2014، اللقاءات التواصلية ودعم الجمعيات. مبلغ مجموع مداخل النادي خلال هذا الموسم 2014-2015 موزع على النحو التالي: الجهة المانحة الجامعة الملكية المغربية كرة القدم 870,000 درهم، المجلس الإقليمي 190,000 درهم، المجلس الجهوي 80,000 درهم، المجلس البلدي 200,000 درهم، ميناء الصيد البحري العرائش 13,800 درهم، تعاون نقل الرمال وبيع مواد البناء 6,000 درهم، مداخل الملعب البلدي أثناء المباراة المحلية 21,350، مساهمات بعض المحبين 2,000 درهم، انخراطات 16,500، السلف العمراني حوري مشكورا عليه 30,000 درهم، مجموع 1,429,650 درهم. بغلة الميزانية العامة للتسيير المالي خلال هذا الموسم 2014-2015 ما مجموعه 1,429,650 درهم. الجدول بالتفصيل للمصاريف العامة: مصاريف مرتبطة بالتدبير الإداري والقانوني للنادي، ما طبيعة المصاريف؟ انخراطات بالجامعة 1,300، انخراطات الفئات الصغرى بالعصبة 800 درهم، مصاريف استعداد موسم الرياضي 2015 57,000 درهم، مصاريف مرتبطة بالفئات الصغرى 13,000 درهم، تنقلات الأعضاء 6,850 درهم، الإعاقات التواصلية 2,150 درهم، دعم بعض الجمعيات الرياضية 3,450، المجموع 84,550، مصاريف مرتبطة بصفية ديون الموسم الرياضي 2014-2015، استخلاص دين الموسم الرياضي 2013-2014 103,500 درهم، استئناف الحكم على النقاط 2,000 درهم، الأدوية الخاصة بالمباريات واللاعبين طيلة الموسم 10,500 درهم،
كيراع الكراسانه ديال السياره 3000 درهم، المجموع 119000 درهم، مصاريف مرتبطه بالايواء والتغذيه للاعبين والمدربين المجلوبين. التغذيه من المبيت بالفندق والشقق المكريه للاعبين والمدربين 11000 درهم، الماء والكهرباء 12000 درهم 625.17 سنتيم، المجموع 23000 درهم 625.17 سنتيم. مصاريف مرتبطة بالأجور والمنح التوقيع والمباريات، أجور اللاعبين، أجور الأطر التقنية والمحافظة العامة 675000 درهم، منح المباريات 205200 درهم، منح التوقيع 152500 درهم، المجموع 932700 درهم. مصاريف مرتبطة بالمباريات، مصاريف المباريات الرسمية 195000 درهم، مصاريف المباريات الودية وكأس العرش 10400 درهم، مصاريف تغذية بعض الفرق والجزائر والضيوف 2300 درهم، المجموع 207700 درهم. مصاريف مرتبطة بتجهيز المعدات الرياضية والوثائق الإدارية، طبيعة المصاريف الأثاث المنزلي 13000 درهم، الأحذية والمعدات والملابس الرياضية 33550، تنظيف الملابس 3800، الصيانة بالملعب 12200، صيانة السيارة تشحيم غسل إصلاح تغيير الزيت المحرك 8800، الدعاية والنشر والوثائق الإدارية 6400، المجموع 80750 درهم. المجموع العام هو 1,448,000 درهم، مليون و 448,375 درهم 17 سنتيم. مجموع المداخيل، مجموع المداخيل هو 1,429,650 درهم. العجز المالي للنادي الموسم 2014-2015 18675 17 سنتيم، 18675 17 سنتيم. والسلام عليكم.